جديد، فيديو جديد. اليوم تحدي الاكل انا واخوي سلام ربل، فيديو يختلف عن الاخرين، فيديو تحدي الاكل، تحدي منو يقدر يخلص البيتزا تبعه قبل الاخر. راح نشوف من القبل خلص البيتزا هو يربح $1000. وخلينا نبلش هسه. انا بصراحة ما دا احس انه اقدر اكل كثير، لكن راح اتحداه. اكيد تخسر اكيد. راح نشوف. ابيها المي، سب المي الثانية. همينا طبعا جهزنا، جبنا كاتشب وجبنا كراش اورنج، كل واحد 6 سكن وواحد بيزا كبيرة اكس لارج. تمام، خلينا هسا نبدأ. يلا، واذا ما خلصنا كلهم الاكل، اي واحد اكتر اكلت هو يربح، والثاني يخسر. تمام، انا برعد $500 وهو برعد $500، منو يربح ناخذ $1000. تمام اخوان، لاز جو نبلش. يلا خلينا نبدأ بالاكل هسا. انا بحب الساس. انا هصرح. وين ادروح هسا انا يا رجل. ١٤ ساعة ما اكلت حتى انا اربح بالتحدي، حتى يفوز التحدي. وطبعا هو وزنه ما ادري ايش قال، 120 كيلو شهيش، يعني وزني 70 كيلو. مو هيك حبيبي؟ لا مو 150 و 200 و 300 حبيبي، يعني كرشو، يقدر ياكل فيل كامل مو بيتزا. خلينا نروح هسه نشوف. كده انا افوز. نشوف مش قد ساعة ما اكلت. صارت 3 ساعات اكلت. استيقظ متأخر، فكرت فطور، ما كان عندي لا موعد ولا شيء، ورا شغل اليوم. إذا أنا خلصت قبل عندي هدايا، تعرف هاي ثانية همينة راح تأكل؟ لا أول. ملتكم أذكر شو مال؟ أنا خلصت تقريبا 2. أنت؟ أنا خدعة واحدة. والله؟ ولا. إذا خلصت قبلك تحاول يساعدك. بصراحة لازم الكاميرا ما يساعدني حتى أفوز. هاي مالتي ثانية، هو خلص 2 وهاي ثالثة. همينة هاي خلص بلشت الشكل. ما راح اقوم منها من ما اخلص، يعني كل عدة لبين ما اخلص. نشوف منو يربح.
لحد الآن أنا ما خسرت ولا تحدي، كل تحديات أنا فزت. وهسه أنت بدك تفوز. مصور اكيد اكيد انا افوز، بس خليني صبر. هاي هو رحت، هاي صراحة صعب افوز عليك، يعني احترف ان هو ياكل اكثر مني. انا جربت هاي قبل، تعرف انا اكلت اشقد بيتزا؟ اشقد؟ اثنين، مو بس واحد، بس واحد. هسه بدنا نبلش من هاي. وحتى نشوف هسه منو فزت بعد هاي المرة. أما بلعب تحديات الأبل، إذا خسرت وياي بعد هاي قول لحد أني أقدر أكل أكثر منك. بعد لا تمدح نفسك، إذا خسرت إذا فزت بيها مجال. هسه شوف احس انه ما عدت، يعني ما ماذا تحمل كتير، صعب اخلصها احترف. انا بصراحة مو من النوعية اللي ياكلون كتير، يعني تقدرون تحكمون على العيد يعني نحيف. بعد بقالي ستة أو بقالي أربعة أو خمسة. خمسة هاي الفرق واضح. خمسة دش قلت شكل ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين أفتح اثنين أنا قلت ثلاثة. إذا أكل شيء اسمه استلام راح استسلم، لأن مستحيل أخلص خمس خدعات آخرين ما عدا الخدعات الشكل. خلينا نلعب هسا شوفون منو يقدر وما ما يقدر. متأكد أنت ما تقدر؟ هذا تشتري اكس لارج بيتزا، اكبر بيتزا اكبر. دحس الاكل وصل لهنا. انا هبالي هسه انا ببلش من الاكل. والله والله هاي شلون ورطت وياك وسويت تحدي؟ انا قلت لك الابل، انت قلت لي لا انا اقدر تحدي وياك. والله كان تجي ما حد يقدر تحدي وياني، نشال الاكل ما حد يقدرني.
كان تجيني وقع العلم ما حد يقدرني. هاي مخلصت بعد شوية. شلونك حبيبي شلونك؟ شلون عيني شلون شمخن لا عيونك؟ شلون عيني دفاك من كثير؟ شخبار كرشك؟ ويسلم عليك. هذه البيتزا مع احتراماتي المحلات الداخلين هات لاين دين يعني الاماكن الاخرى لازم خليه يدورون على شغل جديد. مستحيل احد يتحدى الهات لاين. سمون 10,000 سمون. عندك 5 هسه؟ ايه عندي 5 بعد. انت كم واحد؟ بقى على 5؟ 5. وقف حبيبي وقف. تعبت اكلت 3 قدعات و3 قدعات التشيكن فاحس انه الاكل واصل لهنا. انا هو تشوفون انا بعده كان ما ماكل اي شيء. هسه بلشت وين هسه بلشت من الاكل حبيبي؟ وين تعبت وين الاكل هون وهون؟ يعني لو كنت عايش بنص الجبل ما كنت كان يجيني بيتزا هيك ما كان راح اقدر اكل اكثر. انا بعرف ليش. تعرف ليش؟ اذا انت بالجبل ما حدا ينتيك بيتزا عشان هيك انت ما اكلت هيك حبيبي. نعرف انا بعرف. هاي من صحيح. لو شنو بالصحراء خلينا نقول امارات هو هم نفس الشيء. تعبنا تعبنا سحب الكاميرا. شو بدك حبيبي؟ سيدي اجهز لكم 2 شباب على مود ساعد. ماكو دعم ماكو دعم دولي. يصير بتاع منا صراحة جاهز للجماعة. خذ نفس خذ نفس خذ نفس. ما خلصنا ليش ما خلصنا؟ شنو هاي ما عليها شيء. شنو هاي ارجعها ارجعها حبيبي. هاي والله ما خبز ما خبز ما اعرف جيب ارجعها حبيبي ارجعها. ما عليها لا لحم ولا هو بالتعادي موجود هون. اكل حبيبي لازم تاكل هاي. خلينا نجيبها. شوف نس البيتزا هون ونس البيتزا هون بنعرف شنو هاي حبيبي. لازم خلصها كلهم. هاي ما يقدر هاي ما يقدر له. تسلم
راح استسلم مو هسه وين لان يمكن ما تاكل الاكثر راح اخذ نفس راح اخذ استراحه لبين ما يفرخ معدتي شوي هسه انا بالي شلون ما اقدر لان تعرفون انا حيفهم انا يقدر ها تعبت بقالي خمسه هذه بقالي اربعه لا مو اربع ونص وهاي هم نص خمسة ونص لا هاي مو نص ليش مو نص هاي نص هو مو نص هاي الربح ها ربح اذا بتعرف ربح ليش سويت هون ربح اذا ربح البيزا ليش عبيه هون انا بعد هاي خليتها في الدكة في الدكة البدلة الدكة بصراحة اقدر اخلص هاي واحد ثانيهم واحد ثانيهم وهدول الشكل صراحة هسا هسا لو يجيني دعم همينة يلا نخلص هاي والله؟ والله هاي البيزا كلهم؟ ايه هاي كلها صعب لو هسا انت تقدر اكل ايش قد؟ ما ادري انت اكل ما عندك علاقة بيه لبين ما استسلم هم ما راح يفوز خليني يعني تكمل خليني همينة راح اتونس اتونس وانسى هيجي وخليه هو يكمل إذا توقف أو استسلم هو الخاسر. لا أنا ما خاسر أنا أقبل أجل أكثر منه. إذا توقفت يمكن أنا استمر. يمكن استمر؟ يمكن استمر. شكو بيها. شكو بيها. إذا هالمرة تجي تحذني ما حد يقدر صاحب شاو 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 هذا قام يمدح نفسه أخاف يستسلم أو يوقف منا وأنا استمر أنا شو حبيبي شكو بيها ليش تباوع علي يعني أنا بعرف أنت ما أقدر أكل بعد من هاي الفترة هاي مو أول يوم أكل وياك حبيبي تأكل هاي مو أول يوم أكل وياك تأكل لي عليك ما عندك علاقة بيها واحد ما لي اكل حتى انت ما خلص واحد ثاني عشان يعني ما عندك على انت استمر بي ما لي علاقه بياني اذا انت خلصت انت ربحت واذا انا خلصت انا هم ربح يعني هيك شي نبقى اي يعني هو قافل عقدية هيك الشغلات دائما يصير هسه هو ناخذ استراحه من قبل وهسه انا ناخذ استراحه أنا عنده أربعة هو عنده خمسة. أنا بكيفي حتى ما أكل واحد تاني أنت. إذا ما أقدر قل استسلم. ما في داعي هيك وهيك وهيك شغلات. ما راح استسلم. من قالك راح استسلم؟ تدري يا صاحب. كان عندي صديق يقول قصتي صعبة قال وإذا نطقتها يبكي حتى مثلي قلت هلا علات الدقار الله الله شنو هالكلمات الحلوة صديق هاي تدري كان عندك تدري اكو بعض القصص يعني صعب تنتقها حتى هزنني والله شنو هاي الشعر صارت الشعر بعد الاكل اخذت الصراحه على مود احكي له قصص وشعر
بدنا استراحة قصيرة، بدنا استراحة قصيرة. هاي ما أدري ها. لحد الآن أنا ماكل ثلاثة تقريبا أربعة يعني ويا هاي. أنا محجر معه هاي. خاف تخسر هاي؟ هاي الأمر قلت لك سلام، بحياتي ما خسرت ولا تحدي. يمكن تخسر اليوم. تمام نحن نشوف. يعني شكو بهذا خسرت؟ أنا قلت لك بحياتي ما خسرت وما أخسرها. يعني قافل ما تخسر؟ أبد. وتشوف وخلينا نشوف. أنا عندي هاي اثنين، هو عنده ثلاثة، هو عنده أربعة هاي، وأنا عندي أربعة سوا. خلي هو أكل واحد تاني هم هذولا، وبعدين أشوف منو بعد يقدر يأكل. تمام إذا ما تأكل بعد، لأن هسه عندي أربع قطعات وثلاث قطعات شكل. أنا عندي اثنين أربعة واثنين هاي. وهاي همينة. اي هاي هم هاي همينة محسوبة ويا الواحدة تشكن. اي تمام نزل هيش احنا تعادل تعادل؟ لحد الان احنا تعادل، اذا تقدر تاكل اكثر انت الفايز. تسلم يعني هسه خلص الان يعني هسه اذا قلت وقف ما حد فايز. هسه اذا وقفت لحد هنا ما حد فايز. اذا اكو شي غلط بيفوز اكيد. شنو؟ ماكو فيها شي غلط. إذا ماكو شي غلط موجود هو إنه أحسن. أنت ماكل أربعة، أنا ماكل أربعة، بقالي ثلاثة، بقالك اثنين شكن، فقد عادي. تمام، هسا جماعة. هاي همينة واحدة نحسبها بوحدة. تمام. إحنا متعادلين. جماعة شاءت هسا نخلص من هون. وما حد يفوز. إذا توقفت. لا أنا ما وقفت، أنت قلت وقفنا. لا. أنا وأنت وقف هسا. قلت لحد يعني بعد هسا ما راح آكل. هسا اثنين وقفوا وياك. يعني لحد الان احنا اني تمام اني احسب هاي واحد من واحد هذول. ايوه تمام. هاي واحد وهاي اثنين ثلاثه وانت سعد ثلاثه واربعه واربعه وهسه بدك وقف هون مو؟ هاي هم انا ثلاثه صح؟ تمام هسه بدك وقف هون مو؟ كيفك اذا تريد توقف اذا بدك اني هم بدي تمام اريد نوقف يعني جماعه انتم شاهد مو؟ نتعادل يعني انتم شاهد هيك مثل هيك ما حد فايز تشوفون يعني كل حد طول العرض كلها وما قدر ياكل اكثر تمام انتم شاهد خلص من هون وقف هون نوقف هنا لا شنو خلص اذا خلص عندي ايدي حتى بهاي اذا خلص يلا تعادلنا يلا خلص تعادلنا واطلع من هون صاحبنا وقع بيها لا تزعل يا بعد صاحبنا وقع بيها لا تزعل يا بعد لوك صغيرة وانت عديها مجنون واني ما اشوفها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وثلاث قطعات من هون وهاي واحد اثنين ثلاثة اربعة وثلاثة قطعات من هون واني ربحت صاحب فوز ترى ربحت انا احترم الشباب وجماعة شاهد صادني وانا قلت لك ما حد يقدر تحدي وياي وانا كل تحديات نزل حبيبي انا احترف انه انت فزت علي مبروك تستاهل شكرا اخوي الغالي وهون خلصنا شكرا جميعا وشكرا اخوي سلام هو ساعدني وهون انا ربحت 1000 دولار هو ساعدني وانا وقعت فيها وخلينا هسه خلصنا بفيديو جاي ان شاء الله ولا تنسوا اخوان اشتراك على قناتنا ولايك لا تنسوا لايكهم اوكي ادعمونا واذا عندك فقره جديده اكتب لنا بالتعليق نشوف الفيديو الجاي واحبكم واحد واحد حبيباتي والباتي وخلينا نروح هسه مشكورين